دور الولايات المتحدة دور مفصلي في هذا الموضوع. يعني لولا دور الولايات المتحدة في هذا الموضوع لما تمكنت القوات العراقية سواء الجيش العراقي أو قوات البيشمركة من تحرير أراضي كثيرة من العراق، وخاصة في موضوع نينوى، وهو بالتأكيد ثمن عاليا دور قوات البيشمركة في هذا الإطار. احنا طلبنا حقيقة أنه نتعظ من مرحلة ما قبل 10/6 بكل تفاصيلها. أتصور الأمر واضح. مطالب كثيرة حقيقة تتعلق بالجانب العسكري وتتعلق بالجانب الإنساني، وطبعا شكرناهم، شكرنا موقفهم يعني في موضوع يعني دعم قوات البيشمركة ودعم قوات الجيش، وطلبنا أنه يعني يلعبون دور أكبر في إيجاد تفاهمات بين الفرقاء السياسيين. نعم، في هذا الاجتماع هل طرحتم مسألة إعمار المناطق المحررة والمساهمة في تمويل حملة الإعمار على الجهات الأمريكية، وما هو كان ردهم؟ بالتأكيد هم ذكروا بأنهم سابقا قدموا أكثر من 700 مليون دولار، والآن أيضا سوف يتم تخصيص 150 مليون دولار، فهم ماضون في دعم القوات العراقية وكذلك دعم موضوع الإعمار. I reaffirm the United States support to liberate Mosul and Nineveh province from Daesh. We're going to نحن الولايات المتحدة الأمريكية نعمل على تقديم الدعم لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش، ونحن نسعى جاهدين لتسريع عملية التحرير، ونعمل بجهد كبير، وهناك دور كبير للسيد بشار الكيكي وأعضاء المجلس في وضع خطة لاستقرار المدينة بعد هزيمة داعش منها، وقد تم مناقشة هذا الموضوع، ونحن نحرز تقدما في هذا الأمر. نحن نريد أن نرى داعش مهزوم في أقرب وقت، ونعمل بشكل جدا مكثف لحليفنا العراق أو مع حليفنا العراق لجعل هذا ممكن، ونعمل بجهد كبير مع الحكومة العراقية ومع محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة، ونقوم بتقديم عروضنا للدعم ولضمان هزيمة داعش ومرحلة ما بعد داعش، ونعمل على خطط لتقديم خدمات عامة للسكان مثل الإعمار، ووضع خطط لإعادة بناء المدارس والمراكز الصحية حتى يتم إعادة النازحين إلى مدينتهم. الحكومة الأمريكية تسعى لتقديم الدعم، وهي من أولوياتنا مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ومدينة الموصل، وسوف ننجح في هذا الأمر، وواثقون من أننا سنهزم داعش. نحن سبق وأن ناقشنا احتمالية وجود خطة لاحتواء جميع الأطراف المتحدية لداعش في عملية التحرير، وهذا القرار يعود بالدرجة الأولى للحكومة العراقية لاتخاذه، ونحن بدورنا سندعم الحكومة المركزية والقوات العراقية بتحرير الموصل، ونحن واثقون من نجاح هذه الخطة.